كشف عضو المجلس السيادي الهادي إدريس عن اتفاق بين شركاء الحكم على زيادة عدد القوة الأمنية المشتركة في دارفور لعشرين ألف جندي على أن تنشر قريبا قوة التدخل السريع لحفظ الأمن في الإقليم. وأكد أن مجلس الأمن والدفاع المشترك أقر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي زيادة القوة الأمنية المشتركة في دارفور من 12 ألفا إلى 20 ألف جندي تشارك فيها قوى الكفاح المسلح بثمانية آلاف مقابل 12 ألفا للقوات النظامية الأخرى. وعزى إدريس تأخر تكوين القوة الأمنية لانعدام التمويل الذي يعين على نشرها. جددت الحكومة السودانية موقفها بضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبيل المضي في الملء الثاني للسد. وعربت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى الخرطوم أعربت عن تطلعها لدعم الدور الإفريقية للتوصل لحلول شاملة ووردية لجميع الأطراف، فيما قدم وزير الري ياسر عباس شرحا عن الإجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل لاتفاق عاجل، مؤكدا على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة. أغلق محتجون شارع الخرطوم كوسي احتجاجا على مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي بمنطقة الهجاليج عبد الله الشيخ بسكر عسلاية بولاية النيل الأبيض جراء احتكاكات بين الشرطة ورعاة. ورجع المدير التنفيذي لمحلية ربك رئيس لجنة الأمن بالمحلية موسى عبد الرحمن حامد الحادثة إلى اعتراض أهالي منطقة الهجاليج عبد الله الشيخ على عملية حجز الشرطة لعدد كبير من الماشية في حظيرة عامة بسبب الرعي الجائر داخل مشروع القصب التابع لشركة سكر عسلاية. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام تأجيل زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المقررة يوم الأحد لمستشفى الخرطوم التعليمي وإدارة الإمدادات لأسباب طارئة، ولم تعطي الوزارة توضيحات في تعميمها الصحفي عن طبيعة الأسباب الطارئة التي دفعت الوزارة لتأجيل الزيارة. وقالت وزارة الثقافة والإعلام إنها ستبلغ الصحفيين بالموعد الجديد للزيارة فور تحديده. استعادت لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة أكثر من مليون دولار للخزينة العامة بعد عملية دهم لإحدى شركات قادة النظام السابق. وأعلنت اللجنة حجز أصول منقولة بقيمة مليون دولار من شركة إنجاز المملوكة لأحمد البشير شقيق المخلوع. وأكدت اللجنة حجز وتحريز ثلاثة باك لودر، اثنين قلاب تراب، وخمسة دردقات إسفلت، وثلاثة كرفانات، وثلاثة كونتينر، إضافة لخلاط أسمنت وخزان مياه، واثنان عربة بوكس، وكميات من الحديد والسيخ. ناقش اجتماع مشترك بين عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس ومستشار رئيس الوزراء البولندي جاكوب لاسوسكي مستقبل العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين السودان وبولندا في مختلف المجالات. وأوضح مستشار رئيس الوزراء البولندي أن اللقاء استعرض السبل الكفيلة بتقوية العلاقات بين البلدين وترقيتها بالإضافة إلى تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والزراعي والتعاون الثقافي، ووصف مزالة التعاون بين البلدين بالمشجعة.